النهارده بقى نعرفكم زي ما انتم شايفين كده طريقه تغيير جلبه مروحه فريش. زي ما انتم شايفين ادي اهو الماتور اهو، وادي الجلبه بتتغير اهي طبعا بالطريقه اللي مظبوطه اهي ليها طبعا اهو زي ما احنا شايفين. وادي الماتور اهو بيتركب الجزء ده في الجزء الثاني، واهو بدينا خلاص ركبنا وبنربط المسامير. وادي المروحه اهي من كل الجنابه اهي زي الفل جميله. وادي اهو كمان بنربط بقى الحته بتاعت الغطا دي كمان عشان خاطر ايه نعمل الغطا. وادي المروحه شغاله اهي زي ما انتم شايفين بالمنتج بقى ده اهو، الغطا اهو بيركب وكله تمام التمام وكله زي الفل، محدش بقى يتكلم عشان مفيش ترجيع اهو. ادي الحلاوه وادي الجمال وادي كل حاجه زي الفل. ادي المروحه يا عم شغاله اهي ويمين شمال وكله تمام التمام وزي الفل، وستفنا ستاتيف وكله تمام التمام يابا اهو. وادي يا عم المروحه كمان من الجزء ده شغاله وزي الفل اهو زي ما احنا شفنا وزي الحلاوه وزي الجمال. وادي الماتور شغال اهو كله تمام التمام، معاش بقى يتكلم ويقول لي ترجيع والكلمات دي. ماشي يابا، بالصلاه على النبي. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.